زلزال في بجاية، زلزال عنيف جدا جدا عنيف. الله يستر، الله يسترنا، الله يسترنا. زلزال في بجاية بعد الزلزال الأول والثاني والثالث اللي ضربوا في سكيكدا وفي قسنطينة، الأرجح على الواحدة وعشر دقائق. زلزال عنيف جدا جدا، والناس أغلبهم راهم خارج المنازل، خافوا على أرواحهم. ربي يسترنا، ربي يسترنا. هاي عاودت الزلزلة، هاي عاودت الزلزلة، رانا اون ديريكت مع الزلزلة، رانا اون ديريكت مع الزلزلة يا خويا. هاي عاودت، هاي عاودت، هاي عاودت، هاي عاودت، هاي عاودت، ما تخافوش. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما تخافوش، ما تخافوش، ما تخافوش. هاي غلقت الباب تاعنا. هاي الخوا رانا هاي عاودت الريبليك، عاودت الريبليك هنايا. اي خاطر اي نروحوا للطريق، الطريق خلاص. اي لا تبارك الذي هذه مكفيه حبك لا اله الا الله، لا اله الا الله. الناس هربوا من ديارهم يا الخوا، ها الناس هربوا من ديارهم. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. هيا منا، منا نروحوا منا. لا اله الا الله محمد رسول الله. هيا سي، هيا سي. شيخ الناس هربوا الحاليا، اكثر اغلب الناس راهم في طريق اديمك والسوق، وين كاين وين معروف بالسوق الاسبوعي. هربوا المساحه الشاسعه ما هربوا. الناس هربوا من ديارهم الخوا، هربوا، هربوا. استنى يا ربي، استنى يا ربي، استنى يا ربي، استنى. هنا الناس هم يهربوا من ديارهم الخوا. لا اله الا الله، يا ربي استرنا، يا ربي استرنا. زلزال شفناه، زلزال ثاني على المباشر. لا اله الا الله. المناطق المتضرره في اعالي بجاية الله اعلم احوالهم حاليا، الله اعلم. منطق كما نقولوا باب اللوز وباب الفوقة والمدينه القديمه، الله اعلم حالهم حاليا، الله اعلم. ربي يسترهم ان شاء الله. ادعوا لهم يا الخوة. هذاك البناء القديم جدا جدا معرض للسقوط في اي وقت، الله اعلم حالهم الآن، الله أعلم. يا ربي استرنا، يا ربي استرنا، يا ربي استرنا. الله يهدينا، والله يهدينا إن شاء الله. ربي استرنا وعلى ما كان. Thank you.
هذه المرة ربي يسترنا ان شاء الله. بعدنا كاع رحنا من جهه الواد رحنا نخليكم الخوان ان شاء الله شويه كنعاود لكم. بارك الله فيكم، ادعوا لنا كاع الولايات، ادعوا لنا ربي يسترنا. السلام عليكم.